احنا عندنا في مصر شركات التأمين استثماراتها 55 مليار جنيه، وعندنا حاجة اسمها صناديق تأمين خاصة اللي هم العاملين في الشركات ودور الصحف اللي هي بتكمل التأمينات الاجتماعية، عندهم حوالي 50 مليار جنيه. طب ما ادي 100 مليار جنيه من الأقساط الصغيرة اللي المواطنين بيدفعوها، فبيحسن الاقتصاد. زائد طب انت بالتمويل العقاري بتحل مشكلة سكن وانت عارف انها مشكلة مزمنة، بالتأجير التمويلي واحد عمره ما كان يقدر يتوسع في ورشة او يعمل محل اصلاح او مشروع تجفيف فواكه صغير يبتدي يجيب شوية الالات اللي عايزها.